الزمان 15/3/2020، الساعة 1 الظهر تقريبا. المكان أربيل، قرب قلعة أربيل. اليوم الثاني من حظر التجوال المفروض بسبب وباء كورونا. الشوارع فارغة تماما. هذا أكثر مكان مزدحم بأربيل، أكثر مكان مزدحم بالناس وبالسيارات. الأسواق هنا، هاي قلعة أربيل. الشوارع فارغة تماما إلا من بعض المارة، وطبعا للظروف الطارئة فقط. أكو شرطة موجودين بالمداخل والمخارج. لكن الحركة ممنوعة. راح أراويكم الأسواق. الكل معزل. الكل معزل. ماكو حركة. الله يستر على الناس. الله يحمي الكل إن شاء الله من هذا الوباء.